ورد شاهد بالإنجيل بكلام السيد المسيح لتلامذته وبقول لهم أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا نملح؟ فالسؤال اللي نحن يعني بيخطر ببالي أن هذول التلاميذ كانوا 13 مع السيد المسيح، معقول هم هذول يغطوا هاي الأرض بمساحات واسعة بعدد سكان كبير؟ فهذا السؤال. بس هم 12 حواري أو 12 تلاميذ لسيد المسيح. طيب طبعا السيد المسيح ما يعني ما يعتبر معاه، لأنه السيد المسيح نحن باعتقاد أنه هو بيحمل الطبيعتين البشرية والإلهية، وهو يتجسد من السيدة العذراء من أجل خلاص البشرية. لما قال لهم لتلامذته أنه أنتم ملح الأرض، هو طبعا مش قاصد أنه هذول ال 12 هني ملح الأرض، لا، هو قصده أنه كل من يؤمن بالله السماوي أو الرب الذي أرسلني هو ملح الأرض. عمليا السيد المسيح كانت رسالته رسالة سلام ومحبة. طبعا هي مش أسر واحد لأني أنا مسيحية، لا، أنا من الناس اللي كثير بؤمن بالأديان كلها وقريبة من كل الأديان، وبالعكس يمكن قرأت أغلب الكتب السماوية وغير السماوية اللي بتخص الأديان، حتى مثلا دياني المرشدية دياني اليزيدية، عندي حب الاطلاع بهذا الأمر. طبعا السيد المسيح نحن منقول هو جاء إلى العالم ليخلص الخطأ من الخطيئة الأصلية اللي ارتكبها آدم وحواء من يعني حيال الرب حيال الله، فهو إجا ليخلص الخطأ كله. الذين أولهم أنا، حتى نحن لما نصلي نقول أتى السيد المسيح ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا، يعني نحن بنعتبر حالنا كلنا خطأ إلى أن حررنا السيد المسيح، مش بس المسيحي، هو أتى إلى العالم كله. وقصد ملح الأرض هو كل من يؤمن بالرب بالإله. بسم الله، شكرا للسؤال وللجواب. أنتم ملح الأرض شملت الإنسان، أنت المقصود. لما بنيجي بنحكي نحن عن السيد المسيح أو عن قصص الشرائع بالأرض أو الأديان، هاي القصص رويت للعقل الجمعي البشري بفترة من الفترات، كان بعده بعهد الطفولة ما زال يحبو. هاي الروايات اللي تروى هي رموزات وإشارات بفهم عقلنا الباطن بغير ما بفهم عقلنا الحسي. طبعاً كل الاعتقادات إلها أحقية بالوجود، وهذه الاعتقادات مفاهيم، أما بتكون أقل مستوى من المفهوم الشمولي. نحن غايتنا نوصل لمفهوم شمولي بنظرة من نظرة المسيح الكوني أكثر منها نظرة عقائدية. فمن خلال مثلا بعض المعتقدات الخاصة بعرف أنه أيضا غير الأخوة المسيحيين بيقولوا نحن ملح الأرض والباقي لا. ليش؟ لأنه نحن القلال. فعلا فعلا أهل التوحيد قلال على الأرض. ليه قلال على الأرض أهل التوحيد؟ لأن مشان توحد بعين العلم بين العوالم بدك أن تصعد لقمة الجبل، والصعود لقمة الجبل أمر عسير جدا، وما بيوصل لهاي القمة إلا على منطق الطير لفريد الدين العطار. قال جموع من آلاف وعشرات الآلاف من الطيور سافرت نحو السيمبريك أي العقل الكلي. فأثناء الرحلة رحلة الصعود كثير من الطيور تقاتلت مع بعضها، كثير من اللي ضاعت، كثير من اللي حبت تتملك، كثير من اللي اعتقدوا معتقدات لمغاور معينة، فكثير من اللي تم أسرهم تم صيدهم. لم يصل من بين عشرات الألوف من الجموع بعد سنوات وسنوات رحلة غريبة متعبة شاقة إلا 30 طير. 30 طير وصلوا من توفي الريش بحال يرثى لها. ولا يظنن الذين آمنوا منكم ووحدوا أنهم لا يفتنوا
بل هم أشد الناس بلوى. فمن فكر أنتم ملح الأرض، المقصود جماعة معينة أو مذهب أو عقيدة، المقصود هو الإنسان اللي قدر يوصل لهالقمة. التوحيد صعب مستصعب، لا يحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن قلبه بالإيمان. يعني رح تتعرض هذه الطيور أو الأرواح أو النفوس لاختبارات كثير شديدة، وصعب اختبار المعتقدات. فقد الأحباء على الطريق صعب كثير، فبالتالي عم بيوصل الإنسان لهي القمة بعد اختبارات أن يرى إرادة الإله خلف كل حدث ومذهب ودين وعقيدة. فأنتم ملح الأرض، يعني أنتم صرتوا طاقة صافية تطهرون الآخرين من خلال أفكاركم وقلوبكم، وبالتالي أنتم من أنتم؟ أي إنسان قدر أنه يخترق اختبارات وامتحانات الحياة بنجاح على أي مذهب أو دين بأي صف كان، هذا من اللي قال عنه أنتم ملح الأرض. ممكن تكون أنت بالصف الأول، نجاحك باختبارات الصف الأول، أنت الآن من ملح الأرض. وهكذا تتوالى الاختبارات والصفوف المدرسية إلى أن تصل لقمة جبل تجلي. لقمة جبل تجلي التثنين طير تفاجأوا بعد هالرحلة الشاقة شديدة الصعوبة، تفاجأوا أنه لاقوا الطير الكبير اللي هو العقل الشامل عم بيشوفوا نفوسهم فيه. تفاجأوا انهم سافروا من انفسهم لانفسهم، تفاجأوا انه ما في اخر طلع، ما في غير انت الموجود. من انت؟ انت الروح، والروح واحد في الجميع. اللي وصل لوعي الروح الواحد في الجميع اصبح كالناظر الى وجهه في المرآة، يرى كل ما في الوجود انعكاس عن الواحد الأحد. ونحن أرواح جذوات نورانية من الواحد الأحد. لما وصلنا لوعي التوحيد وحدنا بعين العلم بين العوالم، هذا الوعي هو نفس وعي الروح، هو نفس الوصول، وبالتالي بصير الإنسان ملح، لأنه قليل، قليل الملح بالزاد، قليل الملح بالطعام، ومادة حافظة. فهذه الأرض محفوظة ببركات الموحدين. من هم أهل التوحيد؟ يطول الحديث، لا يوجد مذهب محدد للوعي التوحيدي، يوجد صفوف مدرسية تتبع لوزير التربية والتعليم، لما يسمى أسياد الكون، اللي السيد المسيح أعظم شخصية إجت على الأرض وعملت رسالة، نحن قزمناها واعتبرنا هذه الشخصية مادية، وبعدنا عم نروي القصة الطفولية اللي عم ننتظر عودة شخص. السيد المسيح أتى لكي يجعلنا مسحة أخرى. السيد المسيح أتى مش مشان نعمل كنائس ومذاهب ونختلف مع بعض، ما باسمه أتى ليلهمنا الوعي الكوني. وبالتالي لا يمكن أن نصل لوعي السيد المسيح بتوازن طبائع العقل إلا إذا أصبحت فينا متوازنة طبائع العقل. فالسيد المسيح إذا اعتبرناه شخص، هذا الاعتبار مقدر بهذا المقدار، ولكنه وعي الطفل. السيد المسيح يمثلنا، يمثل أرواحنا، وبالتالي أعطى هذا المثل عن رسالة المحبة والنور لنصير مثلي. ولما منصير مثلي ونتطبع باتباعه ونتخلق بأخلاقه نفهم ماهيته. فهذه هي القيامة الكبرى، قد قامت حقا، كانت وعدا منذ السنين. هاي قيامة السيد المسيح، قيامة السيد المسيح قيامة وعي من مقاماتنا الدنيا
لمقامنا الأعلى فنعي حقيقتنا. طيب وبالمستقبل؟ المستقبل اعتقادات زمانية مكانية إلى أحقية بالوجود، إلى أهميتها كمسكنات لأهل الأرض، مسكنات زمانية مكانية. بحب الإنسان يأخذ مسكن ينتظر من يخلصه بالمستقبل. ما في ولا واحد رح يجي يخلصك بالمستقبل، في واحد رح يجي يخلص عليك، بس يخلص عليك رح تخلص. ليش؟ لأنه أنت ما في مجال، أنت علقان ببئر أفلاطون المظلم بسجن العوالم بأسر الزمان والمكان. هرمس الحكيم قال: يا نفس لقد كنت في عالم الوحدة غنية مبصرة عالمة، تبصرين العوالم كلها محضرة منضدة بين يديك، فأردت أن تختبري عالم الكون والفساد، فأصبحت كالسمكة التي أرادت أن تبلع طعم الصياد فبلعها الصياد. فإذا نحن شو يعني الروح؟ الروح الحقيقي بميراثنا. الروح هو وعي التوحيد، الروح هو حالة وعي. شو يعني الروح؟ حالة وعي. شو يعني حالة وعي؟ مثالها مثل الـ DNA بالخلايا. لاحظوا نحن الجسم البشري مليارات الخلايا، مليارات الخلايا واعية لمركزيات أي الشفرة الوراثية الواحدة فيها. نفس الشيء نحن الآن، نفوس، نحن نفوس نظهر منفصلين. متى نعي الشفرة الوراثية هي المسيح الكوني، وعي السيد المسيح، قيامة المسيح؟ لما دوما نرجع لمركزيتنا الذاتية. كيف بنرجع لمركزيتنا الذاتية؟ لما ننجح في اختبارات الحياة اليومية. أي إنسان من قابله جاي بإرادة إلهية انعكاسا عما بداخلنا، مثل قال السيد المسيح لتنجحوا بهذه المعادلة: أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم. أما إنك تضلك تقول هذا أساء لي وذاك أجرى مدامعي أو ذاك غرر بي وأدمى مشاعري، ألمثلك يكون الإشفاق على الذات؟ هذه نوع من الأنا. تحرر تحرر تحرر. فإذا اختبارات الحياة عم نتعرض لها من إهانة الآخرين، من نصب، من كذب، إذا ما بقينا على المحبة النقية رح نضلنا تعساء بالعوالم الأرضية. إضافة للأحداث اللي عم بتصير، مين منا ما في عنده مصيبة بفقد الأحباء أو مرض؟ مشان هيك قال: الرضا والتسليم نهاية العالم. والرضا هو قبول لهذا النور الداخلي، هو عودة لمركزية الشفرة الكونية. فهون منكون ملح الأرض. إذن ملح الأرض بالمفهوم العقائدي صح، ولكنه مفهوم بالصفوف الأولى بعده ما نضج وصار على وشك التخرج من هذا العالم بطهارة القلب النقي ومرونة العقل الواسع. سلام للجميع.